كالعادة معاكم زي كل أسبوع الفقرة الرياضية وينبوكس سبورتس. النهاردة منورنا يعني أبطال من أبطال مصر كده في الجمباز. ويمكن البعض ممكن يقول جمباز، جمباز. احنا على فكرة مستحوذين يعني ما شاء الله على أفريقيا ببطولاتنا وكمان ميدالياتنا الحمد لله من خلال اللعبة دي وأبطالها، حاجة مشرفة وحاجة عظيمة طبعا كالعادة. يعني رحنا آخر بطولة، بطولة أفريقيا في جنوب أفريقيا، هوب أخدنا البطولة ورجعنا. ليه؟ جبنا ما شاء الله يعني ذهب على فضة، زي ما أنت حابب تقول تقول بقى إيه، من كتر الميداليات الحمد لله. ومش كده وبس، كمان ده احنا يعني لو نفتكر كده مع بعض شوية ونرجع بالذاكرة مش كتير، يعني آخر بطولة، بطولة العالم اللي الحمد لله برضو كنا احنا هنا منظمينها في مصر، وكانت يعني على أعلى مستوى. ولو نفتكر إن ده يعتبر من أحلى وأمتع كؤوس العالم أو كاس عالم يعني خاص باللعبة دي. وكمان شفنا تواجد جماهيري كان كبير جدا ومشرف جدا الحمد لله، وأخدنا برضو فيها مراكز متقدمة وكبيرة قوي. النهاردة بقى يعني معنا اتنين من أبطالنا اللي مشرفينا في بطولات أفريقيا وبطولات العالم الجميلة، وحاجة بجد عظمة وكبيرة. منورنا عمر العربي، بطل مصر وبطل نادي الأهلي الحالي، وطبعا يعني كمان بطل أفريقيا ما شاء الله. شكرا. الذهب. ازيك يا عمر؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. منورنا جدا جدا والف مليون مبروك ليك. شكرا، الله يبارك فيك. وبرده منورنا محمد منتصر، صاحب بقى يعني الفضيه طبعا في افريقيا، وايضا من ضمن الناس المسيطره بشكل كبير جدا، وهو وصيف كاس العالم يعني ما شاء الله اللي كانت في مصر هنا على الجهاز المتوازي. طبعا الموضوع كبير جدا وعظيم، لكن طبعا لازم ارحب بيه. ازيك يا محمد؟ الحمد لله كله تمام. إيه؟ كله تمام. بتحب محمد منتصر ولا محمد عفيفي؟ يعني هي في الجمباز في اللعب محمد عفيفي، بس بره في الحياه محمد منتصر. إيه؟ عظيم جدا. طيب عمر، يعني عايز اعرف في البدايه كده قبل ما نتكلم بقى على البطولات بتاعتكم وعلى كمان انتوا ليه قررتوا تلعبوا جمباز، يعني اول حاجه هو الجمباز بنسمع دايما ان هو رايح شويه لمنطقه معينه. يقول لك ايه، لا ده بنات ممكن تلعب الجمباز. نعم. مع ان الموضوع هنا لازم نوضحه ان هو في اكتر من نوع في رياضه الجمباز، ممكن نوضحه؟ هو الفكره ان الشائع بالنسبه للبنات الجمباز الايقاعي. احنا لعبتنا فني هي. أيوه. وبرده ولاد وبنات. تمام. بس احنا بنلعب على الاجهزه، الايقاعي بتبقى بادوات واغلبه بيبقى على موسيقى ورقص. لكن الفني دغدغه. يعني احنا عندنا كده بيقسم لنوعين، عندنا الفني وعندنا الايقاعي. الايقاعي وفي ايروبيك وفي ترامبولين. في اربعه. الفني بقى اللي هو فيه ايه بقى؟ الفني اللي هو فيه الاجهزه، فيه المتوازي، الحلق، حصان، ده بالنسبه للولاد. وفي متوازي وارضي وحصان برضه بالنسبه للبنات، بس قوانيننا مختلفه، حركاتنا مختلفه وصعوباتنا مختلفه. الولاد صعوباتها اكتر كتير من البنات واجهزتها اكتر من البنات. احنا 6 اجهزه في الفني والبنات 4 اجهزه. الفني كله بيلعب كل الاشكال دي، ولا انت بتقرر تلعب حصان، تلعب متوازي، تلعب عقله؟ يعني الموضوع ماشي ازاي؟ في البدايات انت بتبقى لعيب 6 اجهزه. مع بلوغ سن معين انت بتبتدي تشوف قوتك رايحه لفين، تقدر تكمل 6، فبتكمل. لعيبه قليلين هم اللي بيبتدوا يلعبوا جهاز واحد بس. لان الاحتكاك اكتر في البطولات بيبقى عن طريق انك بتلعب كذا جهاز، بيبقى ليك كذا فرصه، غير انك بتبقى لعيب حاجه اسمها اول راوند فردي عام، غير انك بتبقى مساهم في الفريق بشكل اكبر. فالاغلبيه بتروح ان هي تبقى تفضل تلعب بالسته، وده الاختيار الاصعب، بس الاغلبيه بتروح له يعني، لان هو ده اللي ليه فرص اكتر في البطولات. وانت منتصر بتحب تلعب اي نوع واي شكل من الاشكال دي اكتر حاجه؟ هو انا في الاغلب انا بلعب 6 اجهزه دايما اول راوند، بس ممكن ابقى متميز على جهاز او 2 او كده بس شوية. زي المتوازي مثلا، بس لازم افضل العب 6 يعني، لان الفريق محتاج كده برضو. مش لازم، ما ينفعش اتخصص في جهاز واحد بس وانسى الباقي، فانا بلعب 6 برضو اول راوند 6 الاجهزه. طبعا انت بتلعب في الاتحاد السكندري.
انا بلعب في نادي سبورتنج في سبورتنج وعندنا برضو عمر كان في اسكندريه شويه واتنقل للاهلي للنادي الاهلي كنت بتلعب في المؤسسه العسكريه هناك في اسكندريه مظبوط كده مظبوط طيب ابدا معاك يعني من اخر بطوله نبدا معاك بافريقيا اول حاجه ازاي استعدتوا ليها وكلمني برضو عن يعني التواجد بتاعكم ما شاء الله يعني واضح للناس بقوه وكمان حاسين ان انتوا متقاربين بشكل كبير جدا يعني اصحاب كده واخوات في البطولات فكلمني عن المعسكرات وازاي يعني كان في استعداد كبير ليها وبرضو عن الشكل بتاعكم الخاص شويه من ناحيه الصداقه يعني المنافسه برضو نبتدي من ناحيه الاستعدادات للبطوله احنا كنا مستعدين للبطوله اول حاجه في اول السنه كان عندنا معسكر خارجي كنا في جورجيا قعدنا قرابه ال 20 يوم مع بعض كلنا الفريق وبعدين نزلنا تاني معسكر داخلي في المركز الاولمبي فضلنا قاعدين ليه معانا طبعا على طول بتواجد مستمر الجهاز الطبي بتاعنا بصراحه كمان رئيس اللجنه الفنيه بيتابعنا بالدرجات لان الجمباز حسبه معقده شويه هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي بالظبط ومعانا المدير الفني والكابتن على طول موجودين قاعدين معانا في المركز الاولمبي معسكر مغلق من اول السنه لغايه دلوقتي تمارين صبح بالليل برنامج الموضوع كان صعب جدا وقت كبير قوي في التمرين احنا بنقضيه فبقى ده الروتين بتاع يومنا العادي تمرين 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 احنا والمدربين والناس تمرين اكل نوم تمرين هو ده الطبيعي بالظبط وايه طبعا بطل يعني هو ده الشكل اليوم بتاعه بالظبط بس في الاخر في نتيجه وفي بطولات الحمد لله في اسم الحمد لله كبير دلوقتي في حاجه مشرفه باسم مصر لا في حاجه طبعا يعني بتضيع كل الوقت اللي فات ربنا يكرمكم ويوفقكم ان شاء الله قول لي يا منتصر اقول لك كنت اقول لك يا عفيفي لا منتصر يعني الشكل بتاعكم في التمرين اكيد طبعا شكل في نوع من انواع الصعوبات والضغوطات وكل حاجه هل بيبقى هو نفس الشكل اللي بتتمرنوا بيه مع بعض هو ده اللي بيقابلكم في البطولات بنفس القوه ولا بيكون مختلف وباداء تاني هو احنا بنحاول ان احنا يبقى شكلنا في التمرين هو اللي احنا في البطوله عليه يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نحط نفسنا في نفس ظروف البطوله من حيث لو في ضغط من حيث ان احنا دايما بيتعمل لنا تصفيات وتقييمات بدرجات من رئيس اللجنه الفنيه وبيبقى في تجميعات كتير وفي نفس الوقت احنا كلعيبه مع بعض بنحاول نتعامل اكننا زي ما هنكون في البطوله بالظبط من حيث التشجيع التشجيع والمنافسه وان احنا نبقى مع بعض في البطوله لان ده بيفرق معانا كتير جدا في اللعب يعني ودي يمكن اكتر حاجه مميزانا ومميزه الجيل ده ان هو مع بعض يعني فريق كويس فريق روحه حلوه كاشخاص كصحاب جوه الملعب وبره الملعب فدي حاجه حلوه جدا طب قول لي يعني احنا اكيد اخر بطوله افريقيا اللي في جنوب افريقيا دي من البطولات الكبيره جدا والحمد لله برضو احنا كنا مسيطرين بشكل كبير جدا على البطوله يعني قول لي كده احنا كان معانا كام منتخب يعتبروا في افريقيا كانوا مشاركين في البطوله دي وكمان مين المنافسين الاقوياء بالنسبه لنا اللي برضو ند قوي ليكم يعني وبتعملوا حسابه احنا تقريبا كان معانا يعني احنا واربع منتخبات تقريبا كمان او ثلاثه واحنا دايما في افريقيا بيبقى معروف المنافس بتاعنا يمكن منتخب الجزائر وهو كان يعني من قبل السنه اللي فاتت كان هو الاول لفتره طويله قوي يعني سنين كثيره قوي كان هو الاول احنا السنه اللي فاتت الحمد لله رجعنا ان احنا نجيب اول فريق تاني والسنه دي تاني سنه الحمد لله فاحنا يعني بنحاول نعوض كل اللي فاتنا في السنين اللي فاتت دي بس احنا الحمد لله دلوقتي في مستوى كويس وفارقين كويس عن باقي المنتخبات فدي حاجه مريحانا برضو نفسيا عندنا في الجزائر عندنا في جنوب افريقيا والمغرب ممكن بقى يبقى في مثلا ساعات الكاميرون او السنغال الفرق دي ساعات بتشارك انجولا مثلا ساعات احنا بعيد شويه في المنافسه مع الدول الافريقيه ولا قريبين هو احنا يعني الحمد لله من السنه اللي فاتت واحنا لا في فرق فارقين شويه احنا الحمد لله فارقين مهم جدا طيب عمر قول لي يعني انت لعبت مع مين او كنت بتنافس مين كمنتخب برضه وكفرق وشكل الجولات بتاعتكم بيمشي ازاي يعني وبتلعبوا كام جوله وكم شكل من اشكال الجمباز الفني وخلافه يعني احنا في البطوله اللي فاتت كنا بنلعب ست جولات مع اربع فرق في الروتيشن بتاعنا كل دوله فينا على روتيشن مختلف احنا ابتدينا بجهاز اسمه حصان حلق
وده يمكن اصعب جهاز عندنا احنا كاولاد، بيبقى الجهاز اللي عليه ستريس، عليه المشاكل كلها، الاغلب الجمهوريين الحمد لله طلعنا فيه بحصان حلق مستوى عادي. اللي هو بيبقى الحصان عادي بس فيه حلقتين. هو ده صعب، عايز عضلات واعصاب، ده بيبقى فيه بقى المفاجات كلها. ده بيعليك اصعب اكبر فاتت الحلقه اللي هي الحلقه هو انا بتكلم اصعب كستريس كنفسيا كوقوع كفرصه وقوع يعني ده بيبقى دوازن. اصعب حاجه انه كل الاجهزه صعبه بصراحه، مش حاجه سهله في الجمهور، ده اصعبهم اللي بيبقى فيه مفاجات. يعني ده لا قدر الله ممكن البطوله تبقى ماشيه كويس وده اللي يوقعك، او البطوله تبقى ماشيه حلو وانت تلعبه حلو ولا قدر الله حد تاني يقع فانت كسبت. هو ده بيبقى مشاكل اغلب الجمبازيين من زمن الزمن. يعني الجمبازيين حلوه حلوه المصطلح ده حلو عجبني. قول لي كل النقط بتتحسب على بعضها؟ يعني اللي بيلعب حصان اللي هو الحلق ده وبيلعب عقله، واللي بيلعب مش عارف الحصان القفز ومتوازي والكلام ده كله، هل دي كلها بتتحسب مع بعضها كنقاط ولا كل بالزبط. يعني كم نقطه لكل شكل لعبه لوحدها؟ انت كلاعب بيبقى ليك درجه صعوبه معينه، درجه بدايه بتنزل بيتخصم على الستايل وعلى اخطائك بتجيب سكور معين. انت كلاعب فردي بيتحسب سكوراتك كلها وتشوف انت جبت كام. تمام. وانت كفريق بيبقى على الجهاز اللي بيشارك في البطوله اربع لعيبه بيطلعوا يعملوا حركاتهم، بيطلع اربع سكورات بيختاروا اعلى ثلاث سكورات وبيحسبوها في الاخر. واعلى سكور على كل جهاز بيتحسب، اعلى سكور على كل جهاز بيتحسبوا اعلى ثلاثه ويضربوا في سته، وفي الاخر في الست اجهزه يعني. في الاخر بيشوفوا مين اعلى نتيجه بالظبط. وانت جبت الذهب؟ احنا الحمد لله واحنا جبنا الذهب. فرقت قد ايه عن 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 منتصر؟ كام ثانيه؟ لا مش فاكر كام درجه. مش فاكر بالظبط. انا فاكر انتوا عندكم الموضوع بيفرق في حاجات كده يعني داخله. صح كده، في حاجات بتفرق قليله جدا. جدا يعني احنا ممكن نعمل مش درجه كامله، فممكن تفرق في جزء في حركه صباع. يعني موضوع صعب جدا. انا عايز اعرف برضو يعني ولا منتصر ازاي بيتم احتساب النقط دي وهي حاجات يعني لو واحد كح حتى تبقى اكتر منها يعني، فاهم يعني الموضوع فيه صعوبه كبيره جدا. وعلى ما اعتقد يعني هل بيتم بشكل عادل القصه دي وفي اجهزه بتوضح ده زي الفار كده؟ تمام ولا برضو الفار يعني بعافيه شويه؟ هو احنا عندنا هو عندنا هنا بعافيه شويه. فاحنا عندنا زي ما عربي قال كل لعيب بيبتدي بدرجه صعوبه معينه. وفي خصومات وحاجات معينه دي في القانون بيتخصم لك عليها وكده بيجيب سكور. انت اللجنه اللي بتبقى قاعده قدامك بيبقى فيها حكام اي وحكام دي، حكام الدي دول هم اللي بيحطوا لك صعوبه الحركات اللي انت بتعملها. والحكام الاي دول هم اللي بيخصموا لك عليها، يعني هم اللي بيخصموا من الشغل اللي انت بتشتغله ده. طب هو تقريبا بيبقوا اربعه. هو انا عندي سؤال، هو انت المفروض بتاخد الحركات وانت داخل ولا هو بيقول لك قبليها ولا هي ليها شكل ثابت؟ لا هي حركات الجمباز عامه بتبقى موجوده في القانون. وانت ليك في جملتك ان انت تعمل 10 حركات، يعني من 8 ل 10 حركات. فانت بتختار الحركات اللي تناسبك وتناسب. في كام جمله على كل جهاز؟ هي جمله على كل جهاز، هم 6 أجهزة جمله على كل جهاز. هي فرصه واحده بس يعني بجد. واتش يا نهار ابيض. بس فالحكام دول بيبقوا تقريبا 4 اي او 5 اي. كل واحد بيخصم على حسب ما هو شايف، في ما يعني بعينيه على حسب ما هو شايف، ممكن خصومات واحد اعلى من الثاني كده كده، وفي الاخر بيتاخد الافريج. وهو ده عشان كده بيبقى الفرق ساعات صغير. فرقت قد ايه يعني؟ والله مش فاكر يعني، بس يعني الفرق يعني ما بيننا وعربي التارجت بتاعنا فريق اليوم ده، فده كان اغلب تفكيرنا. احنا كان هممنا الفريق لازم نجيب درجه معينه، حتى احنا لازم نجيب درجه معينه. مين دخل على الحصان اللي هو الحلق؟ ومين دخل؟ انت دخلت ايه المفروض؟ انا لعبت 6 وعربي لعب 6 برضه. ما شاء الله. طب احنا يعني الحمد لله بالطريقه دي وبالمكسب ده وبطولة افريقيا، هل دي مؤهله لبطوله العالم ان شاء الله؟ ان شاء الله اللي جايه. واحنا الحمد لله كده فريق مصر اول متاهلين. الفريق الوحيد المتاهل من افريقيا كفريق الحمد لله رسمي خلاص. الحمد لله رسمي خلاص. بركه الحمد لله. امتى البطوله؟ البطوله ان شاء الله شهر 9 اللي جاي، اخر 9 اللي جاي. ده خلاص قربنا. دي خلاص قربت طبعا. يعني هو ده التارجت الاساسي بتاعنا ان شاء الله السنه دي كفريق برضو ان شاء الله. قبل اي حاجه باذن الله. وده حاجه كلنا بنتعب عشانها، عشان نفسنا نتاهل كفريق للاولمبياد. يا ريت باريس اللي جايه بقى.
ده هيبقى حدث ان شاء الله ما حصلش قبل كده لا في افريقيا ولا في العرب ولا في مصر. يعني الموضوع صعب، موضوع بجد صعب، محتاج شغل، الموضوع مش سهل خالص في الجمباز. بس الحمد لله يعني احنا الفتره دي متوفر لنا كل حاجه، فالموضوع ماشي الحمد لله بسرعه. يعني الفتره دي الحمد لله النجاح ماشي من نجاح لنجاح، وده حاجه جميله، حاجه جميله جدا بصراحه الحمد لله. لا هو لو بنتكلم على الشكل العام يعني الحمد لله اختلفنا كتير، كنا فين وبقينا فين. طبعا يعني مشكور سياده الوزير دكتور اشرف صبحي طبعا، وطبعا الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد. يعني ما شاء الله برضو بحب كده ايه اللي هم رؤساء الاتحادات اللي هم بيركزوا مع المنتخبات بتاعتهم ويركزوا مع اللعبه ويحاولوا وبيسعوا يعني باشكال مختلفه وفي جميع الاتجاهات ان هم يطوروا من الامكانيات بتاعتهم وكمان يريحوا لاعيبتهم شويه. ده مهم قوي ان انا اريح البطل بتاعي، ان انا اوفر له الى حد ما الامكانيات اللي هي الطبيعيه اللي هو يكون راضي بيها، اللي هو لما يروح يجيب ميداليه ذهب ولا فضه ولا مركز كبير يبقى مبسوط، يبقى حاسس كان هو تمام. وده ان شاء الله يعني انا واثق مليون في الميه الفتره اللي جايه كمان ان شاء الله هيتم بشكل افضل بكتير جدا، لان طبعا كمان دلوقتي بقى في اشراف رئاسي اخر بقى، دخلنا في الاكاديميه ودخلنا في الموضوع كده ايه، فقصه كده بص ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله خير يعني ان شاء الله. طيب عايز برضو اعرف منك يا منتصر، يعني شفت ازاي موضوع ساندرا الصادق؟ طبعا يا جماعه ساندرا الصادق هي زميلتهم وبطله من ابطالنا او بطلاتنا، يعني هي المفروض امريكيه مصريه، وهي طول عمرها قاعده في امريكا بتهيألي على ما اعتقد يعني بقى لها فتره، وكانت برضو من ضمن اللاعبات او الطلب منها يعني، والحمد لله احنا كنا من اوائل الناس اللي قلنا الخبر ده هنا قريب كده كان لسه قايلينه، يعني ان هي لما طلب منها تلعب باسم الولايات المتحده الامريكيه رفضت ولعبت الحمد لله باسم منتخب مصر. شايف الموضوع ده ازاي؟ وكمان يعني كانت معاكم في المعسكر، كلمنا عليها شويه نعرف برضو التفاصيل، لان الناس فاكره ان كل اللعيبه بتاعتنا اللي هو انتو او اللي قاعد بره كله طموحه بس ان هو يخرج وخلاص. لا هو يمكن برضو ده دليل ان احنا هنا ماشيين كويس وفي طريق يعني كويس، بحيث ان في حد قاعد بره اهو وقاعد يمكن طول حياته بره، فشايف الناس بره وجاي عايز يلعب هنا باسم مصر. فدي حاجة يعني تدل ان احنا ماشيين في طريق كويس ان شاء الله. بس وهي كانت موجودة معانا قبل تقريبا البطولة بحوالي 10 ايام او اسبوعين. يمكن ما اتعاملناش كتير، ان احنا لسه حتى ولا احنا فينا في الولاد او البنات كنا عارفينها كويس، بس هي طبعا اندمجت مع البنات واحدة واحدة كده الدنيا هتلاقيها ان شاء الله. احنا مصريين الحمد لله بنعرف ازاي بالكلام كده نظبط الدنيا. طيب منتصر ان شاء الله يعني طموحك رايح لفين؟ وكمان انت مقرر ايه في بطوله العالم؟ انت من ضمن الفريق ان شاء الله او منتخب مسافرين ان شاء الله. يعني انتوا كام واحد المفروض دلوقتي مركزين عليهم كقوام المنتخب وكاتحاد، وبيختار منهم كام واحد يعني في المعسكرات؟ هو المعسكر لا في عدد كبير اللي في الاغلب هيتم اختيارهم يعني في بطوله العالم، هم تقريبا 7 أو 8. من كام لاعب؟ لا هو احنا 7 أو 8 هيتاخد منهم 5 اللي عليهم التركيز لبطولة العالم، اللي عليهم تركيز لبطولة العالم هم 7 أو 8. هم 8 كبار، 8 لعيبة كبار. هيتعمل 3 تصفيات الفترة اللي جاية. ايوه متحددين التصفيات من دلوقتي، تصفيات رسمية بناء على الدرجات اللي انت هتجيبها، اللي هيقدر يساهم في الفريق بشكل احسن ان احنا نوصل للهدف بتاعنا هو اللي هيتم اختياره. بعد ال3 تصفيات دول اخر تصفية تبقى قبل بطولة العالم بشهر، قبل بطولة العالم بشهر هيتم اختيار الخمسة الاكيد ان شاء الله اللي مسافرين لبطولة العالم. المسافرين لبطولة العالم هم 5 ويتم اختيارهم عن طريق 3 تصفيات دول ان شاء الله. يعني ايا كان مين فيكم اللي هيسافر كلكم احسن من بعض ومشرفينا ودايما متميزين ان شاء الله، يا موهوبين يا ابطال. طبعا تحياتي ليكم وكمان للاتحاد المصري للجمباز، وايضا لكل زملائكم يعني وصلهم برضو السلام، ان انتوا دايما بتعملوا انجازات كبيره جدا جدا واحنا متابعينكم، ومحدش يفكر ولو يعني بلحظه كده ان هو ممكن يحس ان هو مجهوده ده محدش حاسس بيه، احنا حاسين بيكم. والناس دي يا جماعه مش بتريح، الناس دي ما شاء الله يعني ترس شغال باستمرار كل يوم صبح وليل صبح وليل، ويروحوا يجيبوا ميداليات ويجي ويجيبوا ميداليات ويجي، واحنا في كرة القدم بس لو حد جاب جول اوفسايد بنعمل هيصه.
يعني صلوا على النبي كده. الدنيا حلوه كده الحمد لله، ونشجع ابطالنا اللي يستحقوا الدعم والتشجيع. يا محمد ويا عمر نورتونا، وبالتوفيق ليكم يا رب ان شاء الله. ميعادنا هنا باذن الله بعد بطوله العالم ان شاء الله، ترجعوا بالميداليات، نظبط الدنيا، نتكلم عن انجازاتكم تاني وتالت ورابع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا، نورتونا يا ابطال. شكرا جدا يا زهر. وبكده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم، على ما اعتقد يعني الـ الـ الدعم الاكثر اللي المفروض يكون يعني على السوشيال ميديا ويحسوا بيه ابطالنا هم الرجاله دي، وغيرهم كمان من ابطالنا اللي في كل الرياضات التانية والالعاب التانية. كلمه واحده وجمله واحده بتخليهم يحسوا ان هو ده هيموت نفسه في ارض الملعب. بكره معاكم حلقه جديده ان شاء الله، وينبوكس الساعه 6:30. يلا سلام.